حسام، واد يا حسام، واد يا حسام انت شايفني يا واد؟ ايوه حبيبتي، ايوه حبيبتي شايفك. بصي لتحت شويه. الواد حسام وحشني يا واد، نفسي اشوفك كده بجد واملي عينيا منك. هتيجي امتى يا واد؟ انا اهو يا حبيبتي والتذكره معايا اهي، وبكره ان شاء الله هبقى عندكم. بقالي 6 سنين بحوش عشان اجيب لكم كل اللي انتوا عايزينه. السلام عليكم. بابا، كنت اطلب منك حاجات بسيطه تجيبها معاك وانت جاي من الصيدليه في طريقك. بس لا يا حبيبي ما تقلقش، ان شاء الله الاجازه اللي جايه اجيب لك كل اللي انت عايزه. طلع ورقه واكتب، هي مش مستاهله، اكتب بس عشان من الصيدليه. حاضر يا بابا حاضر. بص يا حبيبي وانت جاي. السلام عليكم. بابا، عايز كرسي مساج حسام من الجلد الكبير ده عشان ظهر يا حبيبي. والله العظيم بتعب قوي قوي، محتاج مساج باي شكل حبيبي. حاضر يا حبيبي. حاجه تاني حبيبي، حاجات بسيطه في طريقك كده وانت ماشي. انا كنت عايز 3 بدل اللي هم الصوف ده التقيل عشان الشتاء. حاضر ماشي. حاضر. ومحتاج بص شويه غيارات. وعايز جزمتين وحزام و4 شنط كده اللي هم الرجال اللي هو الجلد ده. عايز اوستيك جلد في طريقك. السلام عليكم. حبيبي. حبيبي بص، عايز استيك جلد للساعه الرادو، جلد اسود علشان خاطر الساعه دي مركونه هتصدي والله العظيم مستمر من ركنه. وعايز غاز ولاعه، اللي هي البلاعه ام غاز عشان الولاعات العاديه. انت عارف ظهر احسن، ما اقدرش اولع بالعاد. انا دلوقتي يا ابني اولع بالعاد ازاي؟ انا دلوقتي ما اقدرش حبيبي. وبص بقى، هات حاجه لعمك ابراهيم علشان خاطر بيزعل وبيقفش. اجيب له عبايه كويس. ايه عبايه تجيب ايه؟ سلام عليكم. حبيبي. حبيبي تجيب ايه؟ عبايه يا بابا. شوف هو بيقول عبايه ولا دي النت؟ لا عبايه. والله بيقول عبايه. عبايه. شوف يعني ابنك اللي مسافر بياخد مرتب 4 أضعاف اي شاب هنا في مصر راضي عمه ابراهيم بعبايه؟ لا يا حبيبي انا اقعد بلابيس. خلاص انا اقعد بلابيس حبيبي، مش عايزين حاجه. خلاص يا بابا خلاص. سلام عليكم. حبيبي. شاكرين. لا مش شاكرين. هدي نفسك بقى، اهدى كده يا حاج. بص يا واد حسين، هات لعمك العبايه وعصايا عاج، وهات له سبحه كهرمان وصندوقين معسل في اخر. حبيبي ما يشربش معسل، خلاص بطل المعسل ده، تقعد عبت في اخر. بيشرب بايب. هات له بايب في اخر حساب. خلاص خلاص. هات له معسل بايب في اخر. ان شاء الله هعدي على ساحل العاج اجيب لكم كل اللي انتوا عايزينه واجي. وعم سعيد كمان ما جبلوش حاجه. بقول لك بص، عشان هو عيل هات له بلاي ستيشن. بقول لك هات له اكس، هات له 2 إكس بوكس. حاضر. اكس بوكس لعم سعيد. وانت بقى يا ماما مش عايزه حاجه؟ لا يا حبيبي، خلينا انا للاخ. شوف اختك الاول. تعالي يا ناهد. تعالي يا ماما. قولي اللي انت عايزاه، ربنا يخليكوا لبعض. الحاجات دي ما بيني وما بين حس انا بعت لك فايل بي دي اف على الميل. ها شوفوا كده وهات لي كل اللي انا عايزاه. وانا عايز من البي دي اف ده احسن. حاضر بابا. بي دي اف مقاسي. ها حاضر حبيبي. السلام عليكم. ايه بابا؟ حاضر يا بابا. الفايل البي دي اف اللي بعتولي نهد. وانت بقى يا ماما مش عايزه حاجه؟ ما تقولي له، ما انت مكسوفه. ده ابنك بس مهندس قد الدنيا ومالي مركزه، وتوه شويه واللي احنا دفعناه فيه عشان يسافر شويه. انت هات شويه يا لا 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 يا بابا. لا 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 تكون شويه. لا 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 تقول الكلام دلوقتي ولا نستنى شويه؟ لا لا. لا يا بابا. لا يا بابا. قولي يا ست الحبايب، قولي عايزه ايه انت وكل اللي يهموكي. انا مش عايزاك بس تبهزق فلوسك على الهدايا اللي ملهاش لازمه. هات لي العزاز على قلبك وبس. يعني بنتي سناء بنت خالتك سعاد، خليك في حاجه الحاجه كده نونو كده، حاجه بسيطه كده على مقاسه. سرير مثلا. اللي دي ايه اللي سرير؟ انت هتشيل الواد. هتشيل الواد وزنه وحجم في الماضي ده. ما تضيع. بص يا حبيبي، هات حاجه خفيفه يا حب. حسام. بابا هات حاجه خفيفه عمي، ما تشيلش كتير ولا حاجه. هات خاتم الماس. شنطتك كده صغير وانت جاي برضو البنت تفرح بيه. حاضر بابا حاضر. بس عارف لو جبت لخالتك وبنتها خالك هيزعل قوي. لا هات له حاجه كده رمزيه. حاضر حاضر. بص هات له ساعه رمزيه، او هات له ساعه رمليه وهات لنا رمزيه دي. هات لي ساعه رمزيه، انا ما عنديش رمزيه. عندي الراد والسودا دي الوحشه اللي بتصدي. حاضر يا بابا حاضر. حاضر يا بابا. اللي بتقولها كده ما خلصش، عايزين منك حاجه. قرب عليكم، قرب عليكم. ايه هو بيعيط ده ولا النت دي اللي بتعمل كده؟ بيعيط يا اخويا. بيعيط كده. بيعيط يا اخويا. احنا غلطانين في حقك يا ابني، انت بتتعب يا ابني، بتتعب وبتجيب هدايا تصرف اللي وراك واللي قدامك عشان تبسطنا. لا يا حسام ما تعملش كده يا حبيبي. تعالى بس. ما تجيبش اي حاجه، احنا عشمنا ولا ايه؟ عشمنا بزياده. عشمنا يا حاجه. عشمنا فيه. عشمنا. لا يا حسام تعالى تعالى حبيبي، اقعد وسطينا وسط. السلام عليكم. ابا حبيبي تعالى اقعد في حضني يا ابني. يا ابويا وحشني حضنك قوي يابا. وحشتوني كلكم يا جماعه، وحشتوني كلكم. ما تجيبش حاجه يا ابني، ما تجيبش حاجه. اهم حاجه زي ما قلت لك قعدتك وسطينا. علشان تقعد وسطينا بقى
ان شاء الله لما تيجي كده وانت مش جايب هدايا خالص تيجي هنا تشتري لنا العشرين فدان اللي جنب ارض عمك ابراهيم ونبني فيلا صغيره كده 500-600 متر احط فيها في الضهر احسن ضهري بتعبنا محتاج اي فيلا عشان اي فيلا حبيبي والنبي الله يخليك يا حبيبي وبقول لك كرسي المساج مش مهم خليه السفريه اللي جايه ده كده لوج اوت ولا دي الباقه متهيالي كده الباقه سلام عليكم